درج على الأسف إذا قال الإنسان والنبي، نقول قد أشرك بالله جل وعلا سواء قصد هذا أو لم يقصد، لكن إذا قصد صار أعظم، وإذا لم يقصد صار شرك الأصلية ويجب عليها الابتعاد عن ذلك. والنهي متعين على الذي يقصد على الذي لا يقصد، إذا كان يقصد صار مشركا بالذي يجب التوبة عن الشرك، وإذا لم يقصد فهو شرك الأصل ما قصد حقيقة، لكن يجب عليه التوبة والاستغفار. صحيح أن الأول أعظم من الثاني، وفي كل شر يجب التوبة من ذلك والابتعاد تحقيقا لمقام التوحيد. نعم، نقول هذا الحديث جاء أدلة أخرى تفيد تحريم الحلف. إذا فرض أن هذا الحديث دال على جواز الحلف بالآباء فقد نسخ الأمر لما تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم من تحريم الحلف بالآباء، واستقر عند أهل العلم النهي عن ذلك. إذن إذا قال نحتج بهذا الحديث على جواز الحلف، نقول إذن أجب عن قول صلى الله عليه وسلم، أجب عن قول صلى الله عليه وسلم الحلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، أجب. نعم، لم يكن مشركا، ليس هذا شركا أكبر. وتقدم أن الحلف بغير الله قد يكون شركا أصغر، قد يكون شركا أكبر.